أنا اسمي نجوى غراب، بدأت السباحة وسني 4 سنوات، مواليد 1 يناير سنة 43. معنى كده إن بقالي 75 سنة بعوم. اتولدت في عيلة مش ثرية، لكن والدي كان ضابط بوليس وكان بطل أولمبي في رياضة الفروسية، وكان فاهم ما معنى ثقافة الرياضة، فعلم بناته أنا وأخواتي الاثنين السباحة من عمرنا 4 سنوات. وعشيت أنا السباحة جامد جدا أكثر دون من أي حد، بس ربنا كان مديني الموهبة فيها، دي موهبة كمان، واستمريت فيها وحصلت على بطولات جمهورية فردية لغاية سنة 16 سنة. وبعد كده توقفت كل البطولات ليا ولغيري في الجيل بتاعي. طبعا عشقي للرياضة وعشقي إن أنا أمثل بلدي في الخارج وأرفع علم بلدي زي النموذج اللي أنا كنت شايفاه، زي ما كل دلوقتي بيبص لمحمد صلاح كواحد يعني الكل يتمنى يعمل زيه، أنا كنت ببص للسباح العالمي عبد اللطيف أبو هيف. مش بس إنه هو بطل، هو طبعا بطل بلا شك، ولكن إنه هو رفع اسم مصر عالميا، فهو ده السبب اللي خلاني أتمسك بحلمي وما شيلوش ابدا لغايه اما جت لي الفرصه اني اعاود مره ثانيه السباحه وادخل فيه. حقق الحلم اللي انا كنت بفكر فيه طول عمري. بدأت مرة تانية تظهر بطولات الأساتذة، وأول ما خرجت على المعاش وعرفت إن هناك بطولات أساتذة ممكن اشتراك فيها في بطولات العالم، على طول دخلت فيها بدون تردد وعملت التست، لقيت نفسي في سني طبعا جايبة رقم مش وحش أبدا أبدا، قريب من الرقم العالمي، وبدأوا يدربوني تاني. وكنت مصممة مصرة إن أنا أشكر بلدي اللي ربتني وأسعدتني لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دي بالطريقة دي. وهو الحمد لله أنجزت ب 11 ميدالية عالمية، آخرهم في 2019 في كوريا الجنوبية 4 ميداليات عالمية، ويعني ملقبة بأحسن وأسرع سباحة عالمية من ضمن 6 في العالم. الموضوع كان صعب جدا، ما كانش سهل، كان في تضحيات جامدة جدا من الراحة ومن التغذية ومن النوم والصحيان ومن كم التدريب اليومي اللي كنت بعمله، ويعني مقارنة بيني وبين الآخرين العالميين علشان أكون قريبة منهم مش بعيد عنهم وأكون ده مستعدة لمقابلتهم. ما الواحد ما يروحش عالم كده هو وهو مش مستعد، ما ينفعش، لازم يكون على المستوى بتاع الآخرين، وخاصة إن أنا بمثل المرأة المصرية السباحة المصرية. يمكن كان في اندهاش في البداية، ولكن حاليا كل التقدير والتشجيع والحب بعد أما حققت الإنجازات العالمية، تقدير لا يمكن أن يتخيله إنسان في المجتمع المصري كله.
ما كنتش شايفة أن السن ده عائق نهائي. في ناس بتقول ده عائق، لكن أنا لا شايفة عادي جدا جدا جدا. أول حاجة أنا أول ما نزلت وعملت تست على السباحة لقيت نفسي عندي الفيتنس بتاعي، مش هذا أقول طبعا زي ما كنت وأنا صغيرة، لكن كان متواجد وبقوة، ولقيت رقم عن الأرقام بتاعتي طبعا مش برضو زي وأنا صغيرة، سن 14 سنة غير سن 67 سنة، ولكن مقارنة للبطلات العالميات كنت قريبة قوي جدا منه. فما كنت شايفة، أنا مش شايفة إن السن ده عائق والله، لأن اللي عايز يعمل حاجة هيعملها. أنا بالنسبة لي تيتا نجوى رمز للمرأة المصرية القوية اللي مش بتستسلم للفشل أو لليأس أو للاكتئاب خالص. بالنسبة لي هي من ساعة بطولاتها في مصر لحد ما وصلت للعالمية، أنا يعني بلوك أب تو هير أز ماي رول موديل، وإن هي يعني بتعمل كل حاجة علشان تفضل مستمرة بشكل صحي لنفسيتها ولجسمها، وده بالنسبة لي يعني أنا نفسي في يوم من الأيام إن أنا أبقى بعمل اللي هي بتعمله ده، من السباحة للتمارين الصبح للصحيان بدري للرجيم القاسي جدا عشان تفضل بنفس الشكل والهيئة اللي هي فيها. خلي عندكم الإيجابية في الحياة، ولما ربنا يدي موهبة ويدي الحياة ويدي العمر اوعوا تستخسروا في انكم تسعدوا بيه وتنفذوا بيه كل احلامكم. الايجابيه الايجابيه الايجابيه، وابعد عنك كل ما هو اساءه لصحتك. ما زلت عندي الحلم ان انا اشارك في بطوله العالم في اليابان ان شاء الله 2023 عن سن 80 سنه. المرأة المصرية العربية.